سلام حبايبي، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. تنشكر المتابعين القدامى والجدد والناس اللي التحقوا بهذه القناة. ان شاء الله تكونوا مزيانين، تكونوا غايات، تكونوا ملاح. حبايبي، قبل ما نبداو هذه الصيغة غنصليو كاملين على سيد الخلق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. حبابي، خليوا لي تعليق بالصلاة على الحبيب باش اللي يتمنى شي أمنية في هاد 11 11، هذا الرقم 11 11، غادي يحقق لك كاع الأماني، تحقيق وجلب المسرات في جميع الأمنيات ان شاء الله بهذا الرقم. هذا الرقم هو الصيغه ديالنا ديال اليوم، 11 11، الفرج القريب، الناس اللي عندهم قله الحظ، الناس اللي عندهم الامنيات ما تتحققش، الناس اللي عندهم قله الحظوظ في المال وفي الزواج وفي الصحه وفي العافيه، المراه اللي عندها مشاكل مع اولادها، الولد اللي خدم ولكن ما عندوش حظ مع الزملاء ديالو او مع المدير او ما تتحقق معاه حتى امنيه، دائما هو محتار في امره. دائما البنت محتاره في سعدها وتتقول لك انا ما عنديش الزهر، دائما انا غير محظوظه مع الناس. ولكن جاء وقت 11 11، الرقم 11 11، تاملي واذكري حاجتك باذن الله تقضى يوم 11 11، هو يوم الخميس شهر 11 نهار 11. اذا نهار كريم هو يوم الخميس ويوم شهر 11 في يوم 11. اذا الرقم الخطير لجلب ما تريد ولكن بطاقة ربانية، طاقة ربانية ودبدبات عالية في جلب المطالب وجلب ما تريد. إذا كنت راغب في هذه الوصفة تكون عندك يقين بأن ربي سبحانه وتعالى هذا النهار وفي هذا الشهر غيكون عندك إن شاء الله أمنيات كثيرة. إذا غادي نعطيكم واحد الصيغة أول مرة غادي نحطها في اليوتيوب، وأول مرة غادي تسمعوها في هذه القناة إن شاء الله. ولكن إن شاء الله قبل ما نبدأ تنطلب الله سبحانه وتعالى، من الله سبحانه وتعالى ومنكم، أن تحققوا لي أمنيتي وتحطوا لي لايك بزاف على هذا الفيديو إن شاء الله. قبل ما نبدأ هذه الصيغة لابد دعموا هذه القناة باش تزيد القدام، مازال باغا تخدم مع الناس وباقا باغا تعطي إن شاء الله. إذا أحبابي حاولوا تفهموا وتسمعوني مزيان وتعطيوني واحد الطاقة ديال لي لايك باش أنني نزيد القدام. ولكن لتحقيق وجلب ما تريد أو المسرات في جميع الأمور، أنت عندك نهار 11 يوم 11 غادي تكون بينك وبين نفسك من مراء العصر أو مع أذان الظهر أو مع الفجر، يوم 11 نهار 11 مع الفجر أو مع الظهر أو مع العصر، هادو ثلاث أوقات في هذا اليوم 11 11 يوم الخميس. إذا يوم 11 تيسالي مع العصر، من مورا العصر تيدخل يوم جديد. إذا عندنا ثلاث أوقات، الفجر والظهر والعصر، أنتم في الاختيار. اللي ما عندوش وقت أو عامل ينوض مع الفجر يصلي ركعتين لله، يصلي الفجر وقبل من الفجر يصلي ركعتين لله، وغادي يصلي الفجر ديالو وغادي ياخذ ورقة وقلم، ورقة وقلم، قلم أي لون كما كان. اذا انا عندي الاسود كتبت بالاسود، انتما ما تحتاروش في الالوان، شوف اشنو من اللون تيعجبك انت، اللي عندك الطاقه، الطاقه ديالك مفتوحه يوم 11 11 تتحقق معك جميع الامنيات ان شاء الله، وبخصوصا يوم الخميس مع العصر تتحقق بزاف الحوايج مع العصر ومع الفجر والظهر. اذا بداو بالصلاه على الحبيب، خليوها لي في التعليق، وصلينا كاملين على سيد الخلق باش نبداو هذه الصيغه.
لان حطوا لي الناس تعليقات بزاف بزاف، الامنيات ما تحققوش معاهم ولو القران الكريم. تيكونوا عندهم عوارض، تيكونوا عندهم موانع، تيكونوا عندهم بزاف الحوايج، ولكن الله كريم، الله جواد، الله هو اللي تيوهب، هو اللي تيعطي. اذا غادي ان شاء الله نحقق الامنيات يوم 11، نهار 11 يوم الخميس. اذا غادي ناخذ ورقه بدون سطور وقلم، غادي ان شاء الله ناخذ نكتب هاد الصيغه اللي غادي ان شاء الله بحول الله وقوته، بحول الله وقوته. غادي ناخذ ورقه وستيلو، ورقه وقلم، وغادي ناخذ على اساس انني نحضر 11 امنيه، 11 امنيه، اي امنيه ولو يكونوا امنيه ديال الجيران نحطها، ديال خويا، ديال اختي، ديال امي، ديالي، ديال راسي، زواج، عمل، صحه، عافيه، اي حاجه بغيتيها غادي تذكريها، ولكن بالطاقه الربانيه، طاقه الجذب بالطاقه الربانيه. اذا بعد ما خديت ورقه وغادي نكتب بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله 11 مره، غادي نكتبها 11 مره بنيه هذاك الرقم، بنيه 11 11. غادي نكتب يا رزاق يا وهاب 11 مره، ولكن غادي ان شاء الله نكتب يا رزاق يا وهاب، ونكتب الامنيه ديالي هنا، الامنيه ديالي هنا، ونصلي على الحبيب. ندير الصلاه ما نكتبهاش، ولكن نصلي على الحبيب الوقت اللي نكتب، ندير الامنيه ونصلي على الحبيب عليه الصلاه والسلام. وغادي نكتب 11 مره يا رزاق يا وهاب، يا رزاق يا وهاب، يا رزاق يا وهاب. نتمنى انكم تشوفوا الصيغه كامله باش تكتبي بهذه الطريقه، يا رزاق يا وهاب. نقول امنيه، عمل، زواج، نجاح، دراسه، صحه، عافيه، شفاء الوالدين، شفاء الاخي، خويا بعيد عليا توا نحطو، اللهم وهبه الصحه والعافيه والرزق والمال، اي حاجه بغيتيها غادي تحطيها 11 مره، وطلبي وتخيلي انك هذوك الامنيات الله سبحانه وتعالى فتح لك ابواب وخديتي هذوك المطالب كامله، لان دخلتي في الرحمه ديال الله سبحانه وتعالى بهاد الاسمين، اسمين الوهاب الرزاق الوهاب، لان الله هو اللي غادي يرزقك، والله اللي غادي يوهب لك الحب، المال، الرزق، العافيه، الصحه، يعطيك العافيه لوالديك، كل حاجه يعطيها لك الرزاق الوهاب. اذا بعد ما كسبت وتاملت انني بغيت هذه الصيغه نحطها على امل، غادي نغمض عينيا ونتامل انني هذوك الامنيات باذن الله غادي يتحققوا معايا، ان الله ما غاديش يردني خائبه، الله سبحانه وتعالى غادي يحقق لي الامنيات. عندي يقين في الله سبحانه وتعالى، عندي كل يقين بان الله قادر ان يعطيني سؤلي في الامور ويفتح لي باب الفرج وباب الرحيم كبير يسع العالم. اذا الله رحيم، الله جواد، الله رزاق، الله الوهاب، يوهب المال، يوهب الحب، يوهب الرزق، يوهب اي حاجه. الرزاق، اسم الرزاق، يرزقك من حيث تحتسبين ومن حيث لا تحتسبين، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. اذا هذه الورقه غادي نبيتها في المصحف الكريم، الوقت اللي نكتبها غادي نحطها في المصحف، الوقت الكتبه غادي نرش عطر، اي بخور او عطر او اي حاجه، اسماء عندهم طاقه ربانيه، عندهم ملائكه الرحمن، باش انهم يشموا هذيك الرائحه تخدم معاك الصيغه الربانيه جيدا. اذا هذه الوصفه او صيغه ربانيه غادي ان شاء الله ديروها بيقين، والله المستعان على كل الامور، لتحقيق الامنيات بالرقم 11 11، من رقم 11 11 غادي يوهبك كل حاجه ويعطيك كل حاجه الله، ولكن ذكرتيه باسمائه وذكرتيه بطاقه نورانيه، ذكرتي البسمله الشريفه هي طاقه ربانيه لجلب الخيرات. اذا احبابي ديروها بيقين، حطوها في المصحف ليله كامله والصباح،
حطوا فيها اما مسك واما عنبر واما 7 حبات ديال السنوج. غادي ندير لها بابي الومنيوم وغادي نهزها معايا نديرها في البسطام ديالي في الحقيبة ديالي، وغادي ان شاء الله نكون ان شاء الله مسرورة اينما رحت. غادي نبقى نذكر اي صيغة بغيتها او بغيت نمشي نقضي غرض، غادي نقول يا رزاق يا وهاب، لانك هازة الصيغة ديال يا وهاب يا رزاق، يا رزاق يا وهاب، وهبني كذا وكذا. اي امر بغيتي غادي تذكري هذا الاسم، وغادي يكون ربي سبحانه وتعالى غيفتح لك جميع الابواب. ولكن هذا الرقم خطير، 11 11 يوم الخميس رائع باذن الله. اذا الا كنا نستاهلوا لايك والدعم خليوا لنا لايك والدعم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.